رغم التقدم العلمي والتطور الطبي وتطوير كل العقاقير الكيميائية، لم يمنع هذا التصاق الإنسان بسحر الأرض وما عليها من نباتات وأعشاب. فبين طب العرب والطب النبوي والعلاج عبر الخارطة الفلكية لخريطة الإنسان، يبقى استخدام الأعشاب في العلاج. عن العلاج بالأعشاب نستضيف معنا اليوم الدكتور عماد ناجي الهاشمي، الدكتوراه في بيولوجية الأعشاب كلية العلوم جامعة بغداد. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم وبقناة البغدادية، وأنا ممنون جدا لهذه الاستضافة. أهلا بك دكتور. بدءا، العلاج بالأعشاب والأعشاب، هل لها صلة بمفهوم الباراسايكولوجي وما يحتويه من مضامين؟ الباراسايكولوجي هو مصطلح بعدة معلومات، عدة علوم أو عدة فروع ممكن واحد ينظمها بكلمة مصطلح الباراسايكولوجي. من ضمنها الرقية، من ضمنها الترانيم، من ضمنها المياه الممغنطة، وكثير من الأمور، حتى الأبراج والفلك ممكن أن تدخل ضمن الباراسايكولوجي. العلاج بالأعشاب شنو ربطه بالباراسايكولوجي؟ نجي على أصل التداوي. يعني دكتور كمال السامرائي الله يرحمه في كتابه، في بحوثه عن تاريخ الطب عند القديم، لقى بالطب السومري بالرقم الطينية القديمة أنه معظم الأدوية مالتهم كانت قليلة جدا، مفردات نباتية قليلة وحيوانية كلش قليلة. كان يلقي معظم العلاجات للطبيب هو الرقية، يقول له أقرأ على المريض المصاب بوجع الرأس كذا وكذا وكذا وفي الترنيمة، فإن لم يكن نافعة فتضيف له بالعصر كذا 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 ترنيمة، تقرأ عليه باليوم الثاني في ساعة المريخ أو في ساعة الكذا، تقرأ عليه الترنيمة ويلقي لك الطب مالهم كلها وصفات تراتيل. ولا يعني فتعجب الدكتور كمال السامرائي، قال معقولة دولة اللي الحضارة اللي سوت الفلك والرياضيات بدايات كل العلوم عند السومريين، وتوارثت الحضارات إلى البابليين وإلى حتى الحضارة الفرعونية جت أخذت من كثير من معلومات السومريين، شلون فوقوا عليهم وأصبحت عندهم علاجات أكثر إلى أن وصلوا إلى الإغريق، وبدأ طب الأعشاب يتميز بشكل أنه عن الترانيم عنها. فهي الأصل أنه الدعاء والقراءة على الشخص اللي يقرون عليه يسموها، وأيضا القراءة يعني على العشب المعين في استخدامه في العلاج، ممكن أيضا هذا يكون بهذا الشكل. والمياه الممغنطة اللي كانوا يجيبوها من الجبال اللي بها في التأثيرات هاي، ويسوون هم بعض الطرق السحرية، يعني يسموها طرق سحرية، هي مو سحر بمعنى سحر لا، وإنما وسيلة لتقوية العلاج أيضا، وكانوا يسقونها للمريض. نسبة التركيبات عند السومريين كلش قليلة، قامت تزيد إلى أن وصل العصر الإغريقي اليوناني، وإذا بها تلقي لك الكتب مليانة بالخلطات النباتية، وقل استخدام الباراسايكولوجي بذاك الوقت. لها تأثيرات، يعني لها تأثيرات يعني هاي، بس احنا نقدر نربطها الشيء اللي معاصر بالوقت الحاضر. نعم. نشوف انه المريض نجي عليه نشوف ليش صار المريض اصلا، ليش تمرض، يعني سبب المرض ماله. فأطباء كثيرين يعني نظريات، مثل ما كانت في طب العرب القديم لهم نظريات المرض، اليونان لهم نظر، الفرس كانت لهم نظرية، الهند، الصين، حتى الهنود الحمر لهم نظرية في كيف يحدث المرض وكيف يعالج. كذلك بالعصر الحاضر الآن النظرية في القرن 21 إنه DNA الموجود بالخلايا كل إنسان هو المفتاح مال العلاج ومفتاح المرض. إذا تغيرت الذرات مال الجسم مالته، وهاي لها علاقة أيضا نربطها بالهالة وبالنفس والجسد والروح، تأثر على DNA، تأثر على سلوكياته، عملية استنساخه من يطلع بكفي من الجين مثلا المسؤول عن تفاعل معين داخل الخلايا،
يطلع شفرة مالته غلط نتيجة تأثيرات الحالة النفسية، يطلع يسوي له مشكلة، يسوي له بروتين غلط يسبب له حساسية، يهيج الجهاز المناعي عنده، وبالتالي ينهار المريض بساعات أو إذا مو ساعات أيام. إذا الرابط موجود. الرابط موجود. طيب إذا نسأل عن الطب الشعبي، العلاج النبوي، كل هذه كتب موجودة يعني في السوق قديما، إيش قد حاليا تطور طب الأعشاب في القرن 21؟ الطب لحد القرن 20 إلى بداية القرن 20 كانت الناس تستخدم الأدوية العشبية بشكل يعني واسع جدا. بالقرن 19 لما صارت تطور أو طفرة علمية بالعلوم الكيميائية، بدأت الأدوية تدخل على شكل صناعات مستخلصات وتركيبات كيميائية. يعني مثلا الأسبرين نهاية القرن 17 اكتشف، بالقرن 18 والأقعف نهاية القرن 18 اكتشف، بالقرن 19 بدأ يستعمل يعني بس مو بشكل متداول كبير. إلى بداية القرن 20 قاموا الأسبرين اللي هو أصلا يستخرج من قلف جذور الصفصاف أو قلف ساق الصفصاف، آسف يعني البارك يعني هو ساليسيليك أسيد، وبعدين سووه ويدخل للمعدة ويبدي يشتغل كأنه مركب فعال يعني ومسكن للآلام. هي أكيد يعني صعوبة استخدام هذه الأعشاب تجي الإنسان يستعملها كأدوية جاهزة أسهل إليه. لا بالضبط، هذا هو السبب. بالقرن العشرين بدأت تنافس هذين المستخلصات أو المواد الكيميائية، بدأت تنافس طب الأعشاب بسببين يعني. السبب الأول سرعة الفعالية مالتها لأنه تقوم، ثانيا لأنها أرخص وأسهل للاستعمال. طب الأعشاب يحتاج وقت تيكس تايم حتى يصير ريليف للأعراض، فد 4 أيام على الأقل يلا يحس بالفرق. بينما هاي الأسبرين بحباية واحدة ورا ساعة خفيتي بالنسبة. أكيد. طيب دكتور يعني هسه إيش قد ما نقول العقاقير الكيميائية كلش متطورة ويستخدمها الإنسان في أمراضه، لكن نشوف بنفس الوقت هناك دور للعشابين، يعني ما يقدر الإنسان يستغني عن الأعشاب والوصفات العشبية، وكل ما يسمع وجود فد عشب معين يستفاد منه لمرض معين يلجأ الإنسان إليه. فدور العشاب هنا يعني شو إحنا نقدر نستفاد من العشاب الفاهم؟ العشاب الفاهم اللي هو يقدر يطلع تركيبات قديمة وأصلا هو يعني مكتوب عليها مجربة، وهو مأمن أنه هاي النباتات أمينة. فإذا ما عنده علم بها يسأل المراجع العلمية الحديثة اللي ثبتت أن النبات الفلاني سايد إفكت مالته كذا وكذا، هذا نبات أمين، هذا نبات شبه أمين بالجرعة الموصوفة. بالجرعة العالية يكون حذر، كل نباتات حتى بالجرعة القليلة هو خطر. وبعض العشابين ما يغافلون عنها، الحرمل مثلا العشابين ما يستعملوها، هو خطر عند جرعة معينة، بس تزيد الدوز عن نسبة معينة تسبب مشكلة قلبية، مشكلة بالأعصاب. البابونج نفسه يعني العشابين لما يبالغ يقول له اشرب لك غلاس من عنده وهو ناطفة كمية كلش كبيرة وبشكل متواصل 3-4 مرات باليوم. بعض الأشخاص عندهم مشكلة بالكبد حيزيد الترفاق عنده مشكلة الكبد لما يسوي بابونج، هو شيء يعني يعني يستعملوه العراقيين دائما خاصة في فصل الشتاء للشتاء للنشلة والقحة. بس طيب يعني بهالحالة لازم اكو شخص مختص يشرف على هذه الأشياء. ولهذا شو نقول انه العشابين اللي ما يأذون الناس واللي يخاف من الله لازم يخلي قدام عينه انه شدي يسوي هذا التركيبات. واحنا نسمع اذا ما تنفعك ما تضرك، وهي مقوله اكبر غلط، انه هاي المقوله شاعت عند المجتمع العراقي مع الاسف، بل يمكن مجتمعات اخرى مجاوره لنا. هذا اللي سمعته يمكن في احدى الفضائيات في احدى البلاد العربيه يقول ما كانت تنفعك فهي ما تضرك. ابدا، اذا ما تنفعك فاحتمال كبير تضرك، احتمال كبير انه قد تسبب لك ضرر. ليش؟ لانه يقول لك والله ما تنفع، ما دام ما نفعتني ازيد الجرعه. زيد الجرعة بدون استشارة حتى العشاب، مواطن يقول لك هذا مفر مو، فلذلك حتسبب له مشكلة نعم. كبيرة. طيب حضرتك دكتور كيف تصنف الأمراض إذا يجيك مريض، كيف تنطي الوصفات الطبية؟ المريض أنا ما أعالج مرضى مباشرة. أو الوصفات العشبية. الوصفات يعني العشبية ما أنطيها بشكل عشوائي، لازم أولا المريض يكون مشخص الحالة مالته. لازم أعرف شنو الحالة مالته. أنا مو طبيب،
وكل العشابين الموجودين هم مو اطباء، مو من حقهم ولا من حقي ولا من حق اي واحد انه يشخص بالحاله المرضيه لهذا المريض اللي يجي، لانها امانه علميه، امانه من تطبب بغير علم فهو ضامن، اي شيء يصير بالمريض الديه مالته لازم يدفعها. فلازم طبيب مشخص الحاله، ومو اي طبيب، هم طبيب مستشاري لازم يقول هذا عند المرض الفلاني هذا الحاله. من يجيني مريض انا ومشخصها طبيب اقول له اعطيني الوصفه الرجتها مالته، او الطبيب كاتب لي انه هذا به كذا وكذا، حتى لو بالمصطلح الانجليزي، لانه بحكم علاقتنا بالعلوم البيولوجيه والطبيه نقدر نعرف شنو هي، بس انا ما اعرف شلون اشخص، طبيب يشخص لي اياها. يعني إذن عن طريق تشخيص الطبيب، طريق تشخيص الطبيب بهالحاله علاجك ايش حيختلف عن علاج الطبيب المكتوب بالوصفه؟ الوصفه الطبيب يعني يتمنى لو عنده خيارات اوسع مما هو موجود بالصيدليه الحاليه، يتمنون الاطباء. احنا ك يعني علوم بيولوجيه عشابين قمنا نعرف انه هل المحتويات الكيميائيه الفعاله اللي طلعوها الصيادله او سيركات الصيدله تطلع ماده الاكتف كونستنتمنت مالتها وتدخلها بشكل كبسوله بشكل دواء وتعطيها متريك دوزز، يعني ما يصير قطره مدروسه الجرعه مالتها هل قد من الجرام بالكذا، لان الماده صارت كلش فعاله طلعت التراكيز اصبحت، يعني هاي الماده الفعاله يمكن تاخذ انت 20 غرام من الماده، ما تقدر تسوي المليجرام او مليجرامين من الماده الفعاله اللي تدخل للجسم حتى تشتغل بيها، بينما حبايه واحده هاي بها المستخلص. فالاطباء يتمنون لو عندهم امكانيه اكثر من مركب موجود، وحسد يصير بالقرن 21 فعلا، يعني بدات الان تصير هالمركبات الفعاله ما تترك بوحدها داخل العلبه او داخل الكبسوله او الحبايه، وانما يضاف مركب الخام من العشبه اللي اصليه كانت موجوده بما فيها من مركبات النيكوسايدات اخرى او بروتينات بسيطه غير فعاله الى اخره. طيب شنو الامراض اللي تقدر حضرتك تعالجها وتنطي بها وصفات اشبيه؟ يعني كل شيء ما عدا الضغط انا ما اعالجه، والامراض العيون اللي ما عندي خبره بها. وامراض القلب اكيد، يعني امراض القلب ما انصح اي واحد اي مريض عنده مشكله بالقلب ان يروح يتعالج عند احد من العشابين. اخطر شيء ان تعالج مريض بالقلب عند عشاب، بل حتى لو كان هو عنده مرض بالقلب وطاب مثلا ايضا ما يروح ياخذ ادويه عشبيه بشكل عشوائي، خطر جدا، كثيرين ينتكسون بسبب الادويه العشبيه. ليش؟ لانه اصلا هي صح يعني امراض القلب هي مشتقاتها من الاعشاب والنباتات اللي بها جلايكوسايدات قلبيه كثيره، نعم، لكنها مدروسه وفق اسلوب معين، يعني مثلا اعطيك مثال للرازي من كان يعالج مرضى القلب وهي مشهوره كلش في بغداد، كان عنده مستشفى مالته البيمارستان مالته، كان يخلي اربعه ويا يعالج مريض القلب، واحد يحط اذانه على صدره يسمع النبضات مالت طريقه ضربه القلب مالته شلون، واحد يلزم ايده يقيس النبض بالضبط ايش قد هذه، وواحد يشوف التنفس ماله والحرق والجلد والعرق واللي هاي يراقبها، وواحد يسقيه يقول له اسقي له كذا جرعه كذا هذه، يعني الى ان يقول له اي ياشر له، يقول له مثلا مشت زينه او لا النبضات زادت قلت، الى ان يوصل شلون عندنا هذا الجهاز المونيتر اللي يربط على القلب، كان هالشكل الرازي الله يرحمه من اللي يشتغل يعالج مرضى بالقلب، يعني وهذا هو طبيب اعشاب مو قطره، كان ما يستقبل بالاعشاب اي يعطي اي واحد يسوي. اذا يعني الامراض اللي انت ممكن تطي بيها وصفات كلها ما عدا هالثلاثه اللي اي كل الامراض يعني طبعا مشخصه مو اي المشخصه المشخصه اي اكيد، احنا قلنا انه المريض يجيك هو مشخص وعنده وصفه طبيه وعلى هالاساس انت تبدي تنطي. طيب دكتور، هذه المرضى اللي يجوك، لكن احنا عرفنا من حضرتك انه انت تشخص بعض الامراض تعطي علاجاتها عن طريق دراسه الخارطه الفلكيه للمريض. فهذا فد موضوع جديد، يعني يمكن اي شخص من يسمع بي هو اساسا ما مقتنع بالبرج، فكيف انت تدرس الخارطه الفلكيه للانسان؟ ها هي اصلا يعني شلون انا جابني العشاب وعلم العشب وبحوث علميه جابها على التنجيم وهذه صحيح الربط كالاتي، يعني كان يصادف انه يجوني حالات يقولوا لي مثلا اريد مسبل بطني كلش مساق قوي واريد منسل امين ما يسبب لي مشاكل، اوكي انطي ياخذه يفتح يستعمله يقول لي عشت ايدك ممتاز زين اوكي. يرجع لي نفس المريض يقول لي نفس الحاله انعادت علي ورا اسبوعين ثلاثه كذا، انطي نفس التركيبه نفس المريض استعملها رجع يقول لي ايش ما فادني. قلت له ليش ما فادني؟ قلت له ما فادني، قللت الجرعه؟ قال لي لا بالعكس
اصلا نفس قلت له خاف غير قمت تغليه، انا قلت لك انقع، قال لي لا 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 نفس التفاصيل. ف مش صادف فاغير التركيبه اعطي اقوى من عنده، يرجع لي ورا اربع خمس ايام يقول لي شو هذا النوبه ملخني زايد سويت لي النوبه. فاجت تحير يعني ليش دواء يستعمله مريض وفجاه هذا ورا فتره يرجع اعطيه نفس التركيبه يقول ايه استعدلت الامور. كانت تعبر حالات تصير يعني قليله. فداورت بالطب العربي القديم اذا اشوف شنو هالحالات ليش تصير عندي حاله ليش يصير هالشيء مفاجئ. فلقيت يقول لك اسقي المريض المسهل عندما يكون القمر في الابراج المائيه خصوصا برج السرطان. انا كنت اقراها هذه قلت اوه قاريها سابقا بس كنت اعتبرها شيء مال الدجال مال اي كلام يعني ما له علاقه بالطب العربي هذا. ويقول لك واياك ان تسقيه المسهل عندما يكون القمر او كوكب الزهره في برج الثور. لانه تقوى الطبيعه الترابيه النفسيه والترابيه المهم تقوى يعني عند الانسان فما يستغلوا المسهل بذاك الايام. انا لفتت انتباهي يعني انه قلت ليش ما اجربها هاي؟ فيعني عن طريق انه كتب منا اذاعات تلفزيون وصلت معلومه انه القمر اليوم يتواجد القمر في البرج الفلاني ويشكل زاويه كذا مع هاي ويتقل باليوم كذا فقلت اي والله هاي خوش. فسجلت هاي الملاحظه كتبتها عندي يوم كذا برج الفلاني يومين بالثور يومين بالجوزاء يومين بالكذا. نيجوني مره واحد صادف انه راح جاني قال لي انا عندي احتياطي قدام قلت له اشرب هذا الدواء جرعه مضاعفه يعني تاخذ ملعقتين بكام ملعقه واحده يوم الاربعاء والخميس الجمعه تقلل تسويها ملعقه واحده يوم الاحد تاخذ نص ملعقه وتترجع على ملعقه ملعقه. طيب اذا اجاك مريض ويشكو من حاله مستعصيه جدا والطالع مالته او البرج مو بالوقت المناسب، شلون يكون العلاج؟ وهذا يسبب نوبات احراج، انا ما اقول للمريض هذا شيء يعني لا. حاول انه يعني اذا كان متفهم لا يسهل عليه المهمه طبعا، بس اذا كان ما متفهم فاحاول اقول له مثلا اليوم الدواء ما كامل، تقدر تتصل بي غير يوم تجي تاخذه. يعني مو بهالحاله راح يلجأ للعقاقير الكيميائيه لسهوله يعني مفعولها يكون اسرع. ها ست رؤى الحقيقه يعني هم دائما يجون الاعشاب من بعد ما ايس من العقاقير يعني ما نادرا ما يجيني واحد وما رايح للاطباء كلش قليل يعني راسا يجي على الاعشاب معظمهم يروحون للاطباء فيلقى الدواء ما فاده فيجيني فمن يجيني واقول له انتظر اكيد راح ينتظر يعني ما معقول احد يشرب ذاك الدواء واذا راد شربه فاساله يعني شنو الدواء اللي تشربه انت؟ مش قد جرعه. طيب هاي الوصفات العشبيه ما تتضارب ويا الوصفات الطبيه اللي ياخذوها؟ ممتاز فعلا فعلا كثيرا من الادويه اكو سايد افكت مالتها يعني انا عندي فد ملاحظه على هذا الشيء انزين ذكرتني بها التداخلات الدوائيه ويا المركبات العشبيه. نعم يعني مثلا عندنا الصبر نبات الصبر يتداخل مع الجليبيوريد اللي هو السكر فيقوي مفعوله فيؤدي الى خفض السكر بنسبه كبيره. نعم. واذا استعمل الجل الصبر يعني الطري الفريش مع الهيدروكورتيزون وكاونمنت خارجي يؤدي الى قله الحساسيه وانخفاض اسرع مما لو كان الهيدروكورتيزون بوحده. اذا يعني هاي تكون ايجابيه مع الدواء. واكو خطره. واكو خطره. ما سحجش على الخطره فتش المفيده. المفيده. الاثون نعم. كذلك يقوي مفعول الوارفرين، الوارفرين يقوي مفعوله ويثون. نعم. اللي يستخدم لاي شيء الوارفرين؟ الوارفرين اذابه خثره الدم، يعني دائما يستخدم المشاكل عنده بالشرايين وهذا فيستخدم الوارفرين حتى نعم. يقلل التخثرات. عندك الزعرور مثلا يثبط فعل الفينيلفرين. هذا مقلص العضلات يثبط فعله ويسبب مشكله على القلب. يعني يعطي دواء مال القلب والزعرور مشكله. بس اللي عنده خفقان انا اوصف له زعرور. يعني ما ماخذ ادويه مال القلب، خفقان عاده اذا تشخيص دقيق لازم. لازم تشخيص دقيق يعني الاركسوس مثلا اكو مشكله الاركسوس. ويا الديجوكسين يزيد السميه مال الديجوكسين امراض القلب. يعطي اركسوس يزيد السميه مال الديجوكسين هي قتله من المريض. اللي عنده مشكله بالضغط دائما ياخذ مدررات مثلا الثيازايد هذا من مشتقات الثيازايدات كلها هذن اذا اخذها ويا الاركسوس راح يصير عنده هايبوكالميا بشكل كلش سريع وبالتالي يسبب له مشكله. هو عاده الانسان ما ينتبه بين ما ياخذ من طعام او من اعشاب وبين الادويه اللي ياخذها. كلش خطره يعني. وعندك مثلا حبوب الحمل عند السيدات
لا تدير بالها جدا من العرق شو لان يسبب ارتفاع الضغط مفاجئ. يعني هذا فترة الحمل لا مو فترة الحمل، اقصد اللي تاخذ حبوب مانع للحمل. يعني كنت ريسبتورز تستخدموها نعم، ما يجوز تستخدم وياها ارجسوس. اذا ارجسوس يرفع الضغط، يرفع الضغط بشكل عام يعني، ويستخدم هو دراج اوف تشويس ممتاز للي عنده انخفاض بالضغط وبدون سايد افكت وبدون هذه، فممتاز جدا ارجسوس. اللي عنده فقر دم وسبب ايضا انخفاض بالضغط ياخذ ارجسوس يعني صح. اذا ينشطه ايضا. نعم، هو اكو ايضا معلومات اخرى ما اريد اطيل عليكم يعني. طيب دكتور، احنا رح نتوقف مع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا.